عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف متعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على حجز مبلغ مالي ضخم قادم من بنكردين ومتوجه إلى منطقة معينة، باش نقول لكم عليها. لكن قبل كل شيء ما تنساوش لايك اشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وحصري. ممكن الفلوس هذه مدخلينها لتونس باش يحاولوا يعنوا بها عملية إرباك للوضع البلاد. استطاعت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيما تونسيا قادمة من بنكردين في اتجاه جزيرة الجربة، وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور داخل على مبلغ مالي يقدر ب 500 مليون. لا يملك بشأنه صاحبها أي وثيقة تثبت شرعية مسكه وفواكه جافة مهربة بقيمة 6 ملايين و 600 دينار. وقد تم تحرير محضر حجز في الغرف بقيمة جملية ما يقدر ب 507 7000 دينار باعتبار وسيلة النقل وفق ما جاء على صفحة الرسمية للديوان. هاكا الحمد لله فما حركية هكا مزيانة وكل في العمل. هذوما محاولات ممكن باش يشريو بهم العبيد وباش يدفعوا لهم خاطر فما برشا ما تحركوش والفليسيت مسكر عليهم كل جهه جمعيه ناماها ودرا شنوا. حاولوا بطرق اخرى لكن الامن نتاعنا وقفلهم باذن الله السميع العليم يحرس في بلادي وما يخليها يوصل لها حتى سوء. ما تنساوش لايك اشتراك تفعيل الجرس وباي باي.